إخواني أخواتي الحاضرين جميعاً، ينظم منتدانا السياسي للتنمية الديمقراطية هذه الفعالية السياسية المهمة تتابعاً وإلحاقاً لندوات ومحاضرات ودورات تدريبية ودراسات تحليلية وتقديم بعض الرؤى لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك منذ تأسيسه في مطلع إبريل 2011 في ساحة التغيير بصنعاء، وإلى اليوم حتى صار هذا المنتدى كما نزعم يمثل بيتاً من بيوت الخبرة في الجانب السياسي، لأن لديه الكثير من الكوادر الأكاديمية والسياسية. أتوجه بالشكر الجزيل لكل الأحزاب السياسية التي تفاعلت معنا وحضرت، ونعذر البعض الذين تجاوبوا ولم يحضروا، قد يكون لديهم ظروف. والشكر لكم أنتم إخواني الأعزاء جميعاً، الحاضرين والحاضرات المشاركين فيها بهذه الفعالية، الذي نتمنى أن نسهم جميعاً في رسم مستقبل يمننا الجديد في بناء دولته المدنية الحديثة، وأن لا ندع للعابثين بهذا الوطن يتحكمون بمستقبلنا ومستقبل أجيالنا. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، حفظ الله اليمن قوياً عزيزاً، وتحياتي وتحيات إخواني في إدارة المنتدى لكم جميعاً لحضوركم. الآن إخواني الأعزاء، سنبدأ بقراءة أو ملخص للرؤى السياسية التي قدمتها الأحزاب لمؤتمر الحوار الوطني. ونحن طبعاً اتخذنا آلية أن الذي يصل الأول إلى القاعة هو الذي يقرأ أول واحد، والقراءة طبعاً ستكون من 3 إلى 5 دقائق لأنه عندنا أحزاب كثيرة، ثم نفتح باب النقاش. وطبعاً عندنا طبعاً هي القراءة ستكون لخلاصة لأهم ما جاء في الرؤية، لأن الرؤى كلها موجودة بين أيديكم. طبعاً عندنا الأحزاب حسب اللي وصلوا، عندنا حسب الكشف اللي أمامي الحزب العدالة والبناء الدكتور علي عبد القوي الغفاري رئيس الدائرة السياسية وهو أول واحد يحضر، الأستاذ سعيد شمسان أحمد التجمع اليمني للإصلاح رئيس الدائرة السياسية، الدكتور عبد القادر علي عبده الحزب الاشتراكي اليمني عضو اللجنة المركزية عضو الأمانة العامة رئيس الدائرة الاقتصادية، الدكتور عبد القوي الشميري المؤتمر الشعبي العام رئيس دائرة التخطيط، الأستاذ عبد القوي الشميري المؤتمر الشعبي العام رئيس دائرة التخطيط والدراسات السياسية، الأستاذ ياسر النجار اتحاد الرشاد عضو الهيئة العليا للاتحاد، وننتظر البقية حينما يأتوا. ونبدأ الآن بالأستاذ علي الدكتور علي عبد القوي الغفاري حزب العدالة والبناء رئيس الدائرة السياسية، فليتفضل. سعد الله صباحكم جميعا. أنا سعيد جدا أن أتحدث باسم حزب العدالة والبناء، وأقدم الشكر الجزيل إلى المنتدى السياسي
للتنمية الديمقراطية الذي حرص على عقد هذه الحلقة النقاشية لعدد من الأحزاب والمكونات السياسية في بلادنا. جميعكم يدرك أن القضية الرئيسية أمام أبناء شعبنا اليمني الكريم في داخل الوطن وخارجه في المرحلة الراهنة هي بناء الدولة ووضع أسسها القوية الراسخة وبناء مؤسساتها العادلة والضامنة لحقوق وكرامة الإنسان اليمني موضع التنفيذ في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أسهم في وضعها وصياغتها والتوافق عليها أغلب مكونات المجتمع اليمني الفاعلة بمختلف أطيافه السياسية والوطنية والمجتمعية. وفي مثل هذه المراحل من الانتقال والتحولات التي تمر بها الشعوب في صيرورتها التاريخية يتطلب الأمر قاعدة واسعة من التوافق والشراكة الوطنية الحقيقية بين أغلب تلك القوى والمكونات إن لم تكن جميعها، لا سيما ونحن في مرحلة بناء الدولة اليمنية الحديثة والعادلة وبناء مؤسساتها وليس في مرحلة التنافس على إدارتها التي تعد مرحلة لاحقة لمرحلة التأسيس والبناء. ومن هذا المنطلق يقدم حزب العدالة والبناء رؤيته للمرحلة التأسيسية التوافقية الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ليضعها بين يدي كافة المكونات السياسية والوطنية والمجتمعية لمزيد من الإثراء والنقاش الجاد في ضوء الأسباب والأهداف والمهام والضمانات على النحو التالي. أولاً الأسباب: 1- التعثر والتأخير في تنفيذ مهام واستحقاقات الفترة الانتقالية الحالية بعامين. 2- تأخر مؤتمر الحوار الوطني في إنجاز مهامه وعدم استكمال مناقشات مخرجات الحوار الوطني في الوقت المحدد له. 3- عدم تنفيذ معظم النقاط المتفق عليها بشأن حلول ومعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، والذي كان سيعزز من إعادة بناء الثقة لدى أبناء الجنوب وأبناء صعدة، مما يسهم في تهيئة المناخات اللازمة لإنجاح المسار الديمقراطي العادل، ويعزز بناء الدولة وتماسك المجتمع وصون وحدة الوطن وأمنه واستقراره. 4- صعوبة إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة ومتكافية تعبر عن المصلحة العامة للشعب اليمني على أرض الواقع في ظل الظروف الراهنة العصيبة والهشة، وبالأخص على المستويين الاقتصادي والأمني وحالات التفكك المناطقي والاجتماعي والانفلات الأمني، وعجز حكومة الوفاق وفشلها في تأدية مهامها وواجباتها، ناهيك أنها إلى الآن لم تتم أي إجراءات عملية ذات الصلة بهذا الخصوص، فإن طرح مسألة الذهاب إلى إجراء انتخابات في فبراير 2014 أمر يصعب حدوثه وتحقيقه على أرض الواقع للأسباب الآنفة الذكر، ويعد قفزاً على ذلك ومجازفة سياسية بكل المقاييس، ويقود البلد ومخرجات الحوار الوطني للمجهول. 2- الأهداف: تهدف هذه المرحلة إلى وضع مخرجات الحوار الوطني موضع التنفيذ بناء على قاعدة واسعة من التوافق الوطني والشراكة الحقيقية بين مختلف المكونات والقوى السياسية والوطنية والمجتمعية الفاعلة، بما يعزز بناء الثقة بين هذه المكونات، يقود إلى قيام تكتل تاريخي وطني سياسي ومجتمعي يتولى إنجاز مهام مرحلة التحول والانتقال الديمقراطي من خلال بناء الدولة ومؤسساتها الديمقراطية العادلة والضامنة لحرية وحقوق وكرامة الإنسان اليمني، بما يكفل التوزيع العادل للسلطة والثروة بين أبنائه على قاعدة المواطنة المتساوية، ويجسد في نفس الوقت ثقافة الحوار والتسامح والتعايش السلمي والقبول بالآخر المختلف سياسيا وفكريا ومذهبيا ومناطقيا، بما يصون أمن ووحدة واستقرار اليمن وتماسك وتآلف نسيجه المجتمعي. 3- مهام المرحلة التأسيسية: 1- صدور إعلان رئاسي مكمل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية له قوة الدستور يخلص إليه المؤتمرون في الحوار، وأهم ما يجب أن يتضمن هذا الإعلان الآتي: تحديد فترة تأسيسية عقب انتهاء الفترة الانتقالية تتحدد مدتها وفقا لجلسة عامة لمؤتمر الحوار الوطني من 3 إلى 5 سنوات. 2- استمرار الرئيس التوافقي في رئاسة الجمهورية خلال مرحلة استكمال مهام المرحلة الانتقالية الجارية، ويتم الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية نهاية العام 2014. النص في هذا الإعلان على التزام رئيس الجمهورية وجميع أطراف مؤتمر الحوار بتنفيذ ما جاء في مدونة مخرجات مؤتمر الحوار
باعتبارها المبادئ العليا للدولة الجديدة التي يتوجب على الجميع الالتزام بها عند وضع الدستور الجديد أو التعديل فيه مستقبلا، أو سن قواعد قانونية عادية خلال المرحلة التأسيسية أو المرحلة التي تليها. صياغة الدستور الجديد خلال 3 أشهر من سطور الإعلان الدستوري والإعداد للاستفتاء الشعبي عليه، تحويل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى جمعية تأسيسية تمنح صلاحيات مجلسي النواب والشورى، وبنفس النسب الممنوحة لجميع الأطراف في مؤتمر الحوار، حتى وإن كان هناك تقليصا في عدد الأعضاء المكونين لمؤتمر الحوار. وتقوم الجمعية التأسيسية بالمهام التالية بالإضافة إلى مهام مجلس النواب في الدستور القائم: 1. الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. 2. ترشيح أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ليصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. 3. سن القوانين الملحة المرتبطة بتنفيذ مخرجات الحوار مثل قانون الانتخابات وإنشاء السجل الانتخابي وقانون العدالة الانتقالية وقانون الحكم المحلي شكل الدولة الجديد لما بعد المرحلة التأسيسية، وذلك وفقا لنتائج ومخرجات الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد. ترشيح أعضاء اللجان التي يستدعي إنشاءها من أجل تنفيذ مخرجات الحوار. 3. تشكيل حكومة وحدة وطنية من المكونات الممثلة في الحوار الوطني على النحو الآتي: 1. تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحقيق المناخات المناسبة له من أجل برنامج يتزامن مع الخطوات العملية قادرة على كسب التأييد والدعم الشعبي. ب. الإشراف على إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه. ج. الإعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة إجراءها في نهاية العام د. عام 2014 والإعداد بعدها لإجراء الانتخابات النيابية المحلية في نهاية عام 2015. 4. إجراء تغييرات في المحافظين وقيادات المؤسسات والهيئات العامة التي تقوم على معايير النزاهة والكفاءة والتخصص. 4. الضمانات: 1. توقع كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على وثيقة المخرجات النهائية للحوار الوطني وتصوغ ميثاق شرف ملزم لها جميعا للعمل جنبا إلى جنب من أجل تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع والتهيئة والحشد الجماهيري والمجتمعي والإعلامي الضاغط من أجل تنفيذها. 2. خلق رأي عام وطني شعبي مجتمعي نخبوي ضاغط من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وحشد مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة ووسائل الإعلام الرسمي والأهلي المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني وتوظيفها التوظيف العادل لتسليط الضوء على مدى تنفيذ تلك المخرجات وكشف أي تسويف أو مماطلة أو عرقلة لذلك لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج. 3. استمرار الإشراف الدولي على تنفيذ مخرجات الحوار النهائية ومهام المرحلة التأسيسية. 4. ضرورة إيفاء الدول والمؤسسات المانحة بكافة تعهداتها المالية القديمة والحديثة وحشد الإمكانيات المادية اللازمة لإنجاز مهام المرحلة التأسيسية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم حتى يلبسوا أهمية تنفيذ المخرجات ويشكلوا عامل ضغط أساسي للاصطفاف وراء تنفيذها. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذه الندوة وهذه الحلقة النقاشية تأتي في ظرف حساس بعد الأحداث الدامية التي طالت العديد أو العشرات والمئات من أبناء القوات المسلحة والمواطنين الآمنين في مستشفى العرضي بمبنى وزارة الدفاع. لا شك أن الذين يقفون وراء هذا الحادث الإجرامي البشع كانوا يهدفون إلى حرف أنظار اليمنيين المتطلعين إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني، ومن هنا فإننا نتقدم بخالص التحية والتقدير لأبناء القوات المسلحة والأمن
الذين أحبطوا تلك المؤامرة وذلك العمل الإجرامي المدان بكل العبارات. ومن هنا وجدنا هذا الالتفاف الجماهيري والإدانة الشعبية الواسعة من جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والدول المحبة للسلام والخير والاستقرار في وطننا العزيز ووطننا الحبيب. أيها الإخوة الأعزاء، إن التجمع اليمني للإصلاح وهو يقدم هذه الرؤية الأولية حول ضمانات مخرجات أو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهو يسهم بهذه الرؤية مع الشركاء الآخرون الذين أيضا تقدموا برؤى مماثلة، ولا شك ولا ريب أن هذه الأوراق ابتداء جميعها مطروحة للنقاش والحوار على طاولة لجنة التوفيق. ونحن في التجمع اليمني للإصلاح كأحد مكونات هذا المؤتمر نسهم في النقاش الجاري على طاولة لجنة التوفيق عن موضوع ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، عن طرح هذه الأفكار والاتجاهات، واثقين بأننا جميعا ومن خلال النقاش الحر والحوار المسؤول سوف نصل إلى رؤية موحدة تحقق مصالح شعبنا وتطلعات شبابنا. ونحن في هذه الرؤية انطلقنا من المنطلقات الآتية: 1. المبادرة الخليجية التي تنص على أنه في أعقاب إكمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي، وفي حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام هذا الدستور. النقطة الثانية أو المنطلق الثاني: الآلية التنفيذية للمبادرة، والتي تنص على أن الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد. وكما نصت الآلية على عرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء شعبي، كما جاء أيضا في الآلية: وخلال 3 أشهر من اعتماد الدستور الجديد سيعتمد البرلمان قانونا لإجراء انتخابات وطنية برلمانية وكذلك انتخابات رئاسية إذا كان الدستور ينص على ذلك. ومرة أخرى، فإن الآلية تتحدث على أن مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقا للفقرة 7 من هذه الآلية ستنتهي لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول وفقا للدستور الجديد. المنطلق الثالث: قرارات وبيانات مجلس الأمن ودعوته جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوصة في اتفاقية المرحلة الانتقالية والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبالطريقة البناءة وتعزيزا لروح المصالحة. المنطلق الثالث: ما ورد في دليل مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن الضمانات التي رأى أنها تتلخص في نوعين من الضمانات. النوع الأول يخص المرحلة التالية لمؤتمر الحوار الوطني إلى حين قيام المؤسسات الدستورية الجديدة بناء على الدستور الجديد، والضمانة المقترحة لهذه الفترة هي أن يقوم المؤتمر بتشكيل لجنة من بين أعضائه تتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا لمست تعطيلا أو عرقلة لقرارات المؤتمر، كتعطيل أو عرقلة الانتخابات مثلا والدخول فيها بما يؤثر على نزاهتها وما شابه ذلك. أما النوع الثاني من الضمانات هو ما يخص المرحلة التالية لقيام المؤسسات الدستورية الجديدة، والضمانات المقترحة هنا هو النص في الدستور على ما يتوجب على مجلس النواب الجديد القيام به من خطوات تضمن تنفيذ قرارات المؤتمر سواء في صورة تشريعات أو في صورة إجراءات رقابية على الحكومة ومؤسساتها التنفيذية، وكذلك تحديد مسؤولية الحكومة في هذا الشأن وما يتوجب عليها فعله بشأن التنفيذ، وما يجب على رئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذه تجاهها
في حالة نكوصها عن تنفيذ ما عليها تنفيذه من قرارات مؤتمر الحوار، بالإضافة إلى ضمانات عامة يقررها المؤتمر تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأمد والتفكير في وضع ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في الحوار يلزمها بالعمل سوياً على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. لقد اختطت اليمن بعون الله وفضله ثم بدعم الأشقاء والأصدقاء نهجاً فريداً جنبها الوقوع في منزلقات الحروب ومتاهات الإعلانات الدستورية ودواماتها. واستناداً إلى ما سبق، فإن التجمع اليمني للإصلاح يرى الآتي: 1- نظراً لما استغرقته اللجنة الفنية ثم مؤتمر الحوار من أزمنة إضافية تجاوزت ما ورد في المبادرة والآلية، فلا بد من التوافق على برنامج زمني لما تبقى من الفترة الانتقالية، يأخذ في الاعتبار أن الفترة الانتقالية ليست زمنا محددا فحسب، وإنما هي زمن ومهام مرتبطة به، ولا بد من تكريس الجهود الوطنية لاستكمال وإنجاز مهام الفترة الانتقالية الحالية على ألا تتجاوز نهاية العام 2014. 2- إن أهم الضمانات قاطبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تتمثل بتحويل الموجهات الدستورية المقررة من المؤتمر إلى دستور يستفتى عليه الشعب، وإن لم نفعل ذلك نكون قد جعلنا من هذا الإنجاز الحواري العظيم مجرد ندوة ثقافية وانصرفنا، وبدون الدستور المستفتى عليه أن يكون لدينا وثيقة ملزمة، كما لن يكون هناك أي معنى للحديث عن وجود وثيقة تتضمن خلاصة توجهات مؤتمر الحوار تودع لدى الأمم المتحدة ومجلس التعاون وإلى آخره. 2 أو 3- وتتمثل الضمان الهامة الأخرى بوجود مؤسسة رئاسية منتخبة طبقا للدستور الجديد تأخذ على عاتقها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى إكمال هيكلة الجيش والأمن وبقية متطلبات نقل السلطة. 4- ومن الضمانات المهمة الوصول عبر الحوار المعمق إلى صيغة لبناء المؤسسة التشريعية تقوم على المزج بين متطلبات التوافق الوطني ومقتضيات التنافس الديمقراطي، ولهذا المزج أشكال وصور عديدة، منها على سبيل المثال التزام الكتل والأحزاب الكبيرة في قائمة ترشيحاتها بعدم تجاوز نسبة 70%، ليترك نسبة 30% المتبقية تتنافس عليها الأحزاب الصغيرة وكتل الشباب والمستقلين. 5- ومن الضمانات الهامة أيضا تشكيل حكومة توافق وطني بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية بغض النظر عما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج تتساند مع مؤسسة الرئاسة على تطبيق الدستور الجديد خصوصا وتنفيذ مخرجات الحوار عموما. 6- في كل الأحوال يجب ألا ينقضي العام 2014 إلا ويكون لدينا على الأقل: 1- دستور مستفتى عليه، 2- مؤسسة رئاسية مستقرة ومسنودة بتفويض شعبي يمكنها من القيام بما أنيط بها من مهام اعتيادية واستثنائية، 3- موعد متفق عليه للانتخابات التشريعية في مختلف المستويات، هذا في حال تعذر جراء تلك الانتخابات، 4- فور أن يتم الاتفاق على الخطوط العريضة يتم الشروع بالتفاصيل والإجراءات التنفيذية. لا بد في كل ما سبق من الاستفادة من خبرات الدول الراعية والخبرات الأممية في تنفيذ هذه المتطلبات من الضمانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وسعدتم بالخير صباحا، وأبدأ بالشكر الجزيل للمنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية على تنظيم هذه الحلقة النقاشية الهامة.
والتي تناقش قضية محورية جدا تتعلق بمستقبل اليمن وضمانات هذا المستقبل. سأعرض عليكم ورقة كان حزبنا قد بادر بإعدادها مبكرا وتقريبا نشرت في بعض الصحف قبل أكثر من شهر ونص، وحصل تداول ونقاش مبكر لها خارج في الصحف وداخل المؤسسات الحزبية وداخل المؤسسات المؤتمر نفسه. الحزب انطلق من يعني رؤيته معتبرا أن الحوار الذي يدور ليس حوارا نمطيا ولا تكرارا لمحاولات سابقة. نحن نمر بمرحلة انعطاف ليست عادية في تاريخ اليمن، وبالتالي هذا الحوار ومخرجاته ينبغي النظر إليها والتعامل معها بطريقة مختلفة تماما عن تعاملاتنا مع كل ما قربنا من حوارات. المهمة الحوار تركزت في يعني مهمة حمل البلاد إلى المستقبل من خلال عقد اجتماعي لبناء دولة بنمط جديد، برؤى جديدة، بأسس جديدة. هذه الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والقانونية يجري التشاور حولها وإقرارها في هذا المؤتمر. وبالتالي مسألة التفكير بمستقبل ما سنصل إليه قضية مهمة وينبغي أن نشتغل عليها بنفس درجة الحرص على المخرجات نفسها. السؤال كبير يطرح نفسه حول مستقبل الحوار ومستقبل البلد عموما، كيفية حماية مخرجات الحوار، كيفية ضمان أن لا تسلم هذه النتائج الهامة والتاريخية للمجهول أو أن تسلم لأيدي ذات القوى المتضررة من كل فقرة صيغت في مؤتمر الحوار ومن كل قرار خرج به الحوار. هذا هو مصدر القلق الأساسي الذي جعل الحزب يحرص على أن نعمل مبكرا على قضية الضمانات. طبعا العملية السياسية والفترة الانتقالية الحزب رأى أنها كانت قد تعثرت كثيرا، وأن هناك جملة أو عدد كبير جدا من المهام التي كان ينبغي خلال مرحلة الانتقال إنجازها لم يتم الإنجاز لأغلبها. وبالتالي الحزب ينظر إلى أن مرحلة الانتقال لا ينبغي النظر إليها بمعيار الزمن وحده، وإنما بمعيار ماذا أنجزنا خلالها. وبالتالي فالزمن هنا مرتبط بشكل جذري بالتحقيق بالإنجاز على الأرض. إذا لم ننجز ننظر لماذا من لم ننجز ونفكر بأساليب الإنجاز قبل أن نظل نعد الأيام كم تبقى مما حددناه. وحري بأولئك الذين يعدون الأيام بأشكال مختلفة أن يعملوا عداد آخر لماذا أنجزنا ولماذا لم ننجز، ماذا حققنا وماذا لم نحقق خلال هذه الفترة. هذا المعيار هو الذي ينبغي أن يحكمنا الآن في تعاملنا مع المرحلة القادمة. المرحلة القادمة لم تشهد وفقا لرؤية الحزب انتقال للسلطة. هناك إجراءات في نقل السلطة حصلت وبالذات على مستوى القوات المسلحة، لكن نقل السلطة لم يتم. وبالتالي فأهم قضية كان ينبغي للمرحلة الانتقالية أن يعني تنجزها لم تنجز. لا يزال النظام الحاكم ممسك بمختلف مؤسسات الدولة الهامة والمفصلية. لا يزال بيده مجلس النواب ومجلس الشورى، لا يزال بيده حوالي 18 محافظة من إجمالي 21، لا يزال يعني ممسك بمؤسسات اقتصادية ومؤسسات سياسية هامة داخل البلد. وبالتالي من العبث أن نحكي عن أن المرحلة الانتقالية انتهت وإحنا علينا خلاص يعني باقي لنا شهرين ونعيد تسليم الأمور إلى هؤلاء النافذين والمقابضين على مقدرات البلاد كما كانوا. ف
فلهذا مخرجات الحوار هي أسس لدولة جديدة تتناقض من حيث المبدأ مع مصالح هذه القوى التي لا تزال ممسكة بمعظم مفاصل السلطة. وهذا هو المحذور الذي ونحن نفكر عن ضمانات نضمنه. أولا ينبغي أن لا نظل نعمل حسابات ضيقة للمستقبل، كل يفكر كم سيجني وكم سيعيد يعني تموضع مواقعه ونفوذه، وبناء على هذا نحدد موقفنا من المستقبل. أنا أرى أن هذه القضية ينبغي أن ننظر إليها من منظور أن المستقبل لحقنا لنا جميعا، ومصالح هذا الوطن ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، وليس مصالح هل أنا جاهز أم غير جاهز لأن أستعيد مواقعي في السلطة القادمة. لهذا الحزب رأى أن الوقت المتبقي من الفترة الانتقالية يحسب بحساب المهام، وحساب المهام تشير إلى أن المرحلة الانتقالية عمليا لم تنجز، وبحاجة إلى مدخل جديد توافقي، مدخل جديد معتمد على الشراكة كما اعتمد على الشراكة في نقل البلاد من الأزمة الحقيقية التي كانت محدقة فيها وكانت تكاد أن تؤدي بالبلاد إلى احتراب وإلى مخاطر. الآن نفكر كيف نواصل نقلها إلى المستقبل بتوافق وليس بحسابات المصالح ومن هو جاهز لأن يعيد ترتيب مواضعه غدا في السلطة القادمة. لهذا خلاصة مهمة خلص عليها الحزب أن مهام وأهداف الفترة الانتقالية لم ولن تنجز في الفترة المحددة، ولا زالت البلاد تواجه شبح العنف والانقسام والفوضى، أن الفترة الزمنية المتبقية لا تكفي لإنجاز أبسط الأمور المتعلقة بقضايا الحوار، أن الخوف من تسليم نتائج الحوار للمجهول يزداد وسط الشعب وبين القوى السياسية والاجتماعية. فهذا العمل الكبير الذي تم القيام به على قاعدة الشراكة في وضع أسس الدولة لابد أن تتوفر له ضمانات التنفيذ وقيام الدولة الحامية لنفسها وللمجتمع ومصالح هذا المجتمع على قاعدة مماثلة وهي الشراكة، وخاصة في القضايا الآتية: صياغة الدستور، الاستفتاء عليه، إنجاز مهمة تحقيق شكل الدولة الجديد والنظم والقوانين الخاصة بتعزيز الدولة والمنظمة للانتقال الديمقراطي، إنجاز ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، ثم إقامة المؤسسات القادرة على حماية الدولة والمشروع الوطني ومنها مؤسستي الدفاع والأمن، وهناك طائفة أخرى من المهام أيضا. لهذا رأى الحزب أن مرحلة التأسيس وضع خارطة الطريق لمرحلة التأسيس ما بعد الحوار، يرى من خلالها أن يتم إعلان دستوري عن مرحلة تأسيس الدولة، وتصبح المهام المذكورة وغيرها من المهام التي سيتم الاتفاق عليها والتحدد عليها هي مهام مرحلة التأسيس. تتحدد الفترة الزمنية وفقا لرؤية الحزب لإعادة تأسيس الدولة أو تأسيس الدولة 4 إلى 5 سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية. طبعا مرحلة تأسيس الدولة قيمتها العملية كبيرة وهي لا غنى عنها. البعض بدأ يتعاطى مع الموضوع أن الاشتراكي يفكر بتمديد، وفكرة التمديد إحنا لم نستخدمها ولا نستخدمها. فكرة التمديد ما تمديد ليس لها معنى في هذا الظرف. الفكرة هي أنه نؤسس لبناء دولة، نؤسس بإرادتنا جميعا وبمشاركتنا جميعا، وليس بمشاركة الأقوى والقادر على أن يفرض سطوته. هذه هي الفكرة الأساسية. نشتغل 2 4، لا أعتقد أن الزمن إذا نريد تؤسس دولة، لكن نريد أن نعيد التموضع هذا موضوع آخر. فلهذا مرحلة التأسيس هي مرحلة ذات قيمة عملية ولا غنى عنها لوضع الأسس الخاصة ببناء الدولة موضوع تنفيذ. وبناء الدولة المنتظر سيقوم على الأسس التي سيخرج بها الحوار والمشاركة في وضع اللبنات الأساسية لهذه الدولة. طبعا الآلية القانونية التي يقترحها الحزب يصدر رئيس الجمهورية إعلان دستوري يشمل مهام المرحلة التأسيسية، الفترة الزمنية المرحلة التأسيسية، تنظيم سلطات مؤسسات الدولة، حل مجلسي النواب والشورى، وتعليق العمل بقانون السلطة المحلية النافذ فيما يتعلق مجالس المحلية ونقص صلاحياتها للمحافظين ومدراء المديريات الذين يتم تعيينهم بالتوافق على قاعدة التشكيل الجديد للحكومة. 5، تقرير مصير مؤتمر الحوار هل ينفض أم يتحول إلى هيئة دستورية، طبعا ليس بكامل قوامه، وإلى جانبها إنشاء هيئة الرأي أو مجلس مستشارين. ثانيا يتم التوافق بين الأطراف المختلفة
أن يبقى مؤتمر الحوار الوطني طبعا بعدده قد الذي يمكن يوازي عدد أعضاء مجلس النواب، بحيث تتمثل كافة الأطراف في هذا الشكل الجديد، وبنسب يتم الاتفاق عليها طبقا لمعايير تشكيل مؤتمر الحوار الوطني، ويسمى الجمعية التأسيسية، ويكون مهامه التشريع والإشراف على صياغة الدستور والتشاور مع الرئيس لتشكيل الحكومة وإصدار القوانين المنظمة لتنفيذ الدستور فيما يخص شكل الدولة والعلاقة الداخلية وغيرها، ثم تشكيل حكومة موسعة، ليست حكومة وفاق ولا تقاسم كما يسميها البعض، وإنما حكومة موسعة من كافة مكونات الحوار الوطني تطلع إلى جانب الجمعية التأسيسية والرئيس بمهام المرحلة التأسيسية. رابعا، تدرس إمكانية الحصول على تفويض شعبي، وهذا المهم، وهذه البعض يرى أن يعني مبرر عدم الانتخاب أو يعني السير قدما دون ما انتخابات لا المجلس النواب ولا المجلس الشورى هو هروب من وتجاوز للشرعية. هذا القلق على الشرعية في محطات بعينها وتناسيها في غالب مسار تاريخنا هو الشيء المضحك. يعني إذا كان سنتوافق على شيء جميعنا، من قضية الشرعية تهم من في الحالة؟ إذا كل مكونات هذا الشعب اللي توافقت على مستقبله ومصيره مرتضية، لماذا نخاف من مسألة أن يتوافقوا على شكل للتفويض الشعبي؟ ممكن يكون باستفتاء، ممكن يكون بأي الأشكال التي توافق عليها الجميع. ثم أخيرا وآخر نقطة، هو تواصل لجنة التوفيق القيام بعملها حتى يتم تشكيل الجمعية التأسيسية. وهذه خلاصة رؤية الحزب العام موجودة أمامكم ومستعدين لمناقشتها معكم. شكرا كثيرا، أسعد الله صباح الجميع. قدم بالشكر للمنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية على هذه الفعالية الرائعة التي يحاول من خلالها استشفاف آفاق المستقبل. وبالتأكيد في المؤتمر الشعبي العام لدينا ورقة عمل لاستكمال الاستحقاقات الواردة في المبادرة الخارجية وآلتها التنفيذية المزمنة، وهي ورقة مختصرة طبعا لن أطول. شكلت المبادرة الخارجية وآلتها التنفيذية المزمنة مخرجا آمنا لليمن ونموذجا فريدا ومتميزا لحل الأزمة اليمنية. وقد تميزت المبادرة الخليجية وآلتها التنفيذية المزمنة بأنها مثلت مرجعية أساسية للخروج من الأزمة. وإذا كانت اليمن قد قدمت أعظم التضحيات وتحملت أفدح الخسائر في مواجهة أزمتها السياسية، فإنها قد تمكنت من تجاوز أخطر تداعيات هذه الأزمة بحكمة واقتدار وبدعم من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، لتصل بالأزمة وصراعاتها المعقدة وتداعياتها الكارثية إلى بوابة الانفراج المتاح والتجاوز الممكن من خلال اتفاق القوى السياسية على تسوية سلمية تحقق لليمن الكيان والإنسان أعظم أهداف النضال الوطني في النهوض الحضاري الشامل. إن تسليم السلطة من قبل المؤتمر الشعبي العام على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة مثل فرصة سانحة أمام القوى الوطنية لوضع اليمن على أعتاب تحول تاريخي حاسم يمكنه من تجاوز أزمته التاريخية وبناء الدولة المدنية الحديثة وإقامة الحكم الرشيد من خلال عملية الحوار الوطني الشامل التي لا تستهدف فقط معالجة كوارث الصراع الدموي على السلطة، بل تستهدف حشد الطاقات الوطنية في مشروع ديمقراطي حضاري ينطلق بالوطن والشعب نحو المستقبل الواعد بالاستقرار والازدهار. ولقد تميزت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أنها بالآتي: مثلت خارطة طريق دستورية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة عبر انتخابات الرئاسية مبكرة، استمرار العمل بأحكام الدستور النافذ وممارسة المؤسسات الدستورية لصلاحيتها وفقا لأحكام الدستور إلا فيما تحدثت عنه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. أكدت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة على ثوابت وطنية وفي مقدمتها وحدة وأمن واستقرار اليمن. كما حددت المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة استحقاقات مزمنة
لتجاوزها بما يكفل الخروج الكامل والآمن من الأزمة تمثلت فيما يلي: تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤتمر الحوار الوطني، تشكيل لجنة التعديلات الدستورية، الاستفتاء للتعديلات الدستورية الجديدة، اعتماد البرلمان الحالي قانون الانتخابات الجديدة على ضوء التعديلات الدستورية، إجراء الانتخابات البرلمانية، تشكيل الحكومة الجديدة من خلال تكليف رئيس الحزب الفائز بالأغلبية أو الأحزاب المؤتلفة، انتخابات رئاسية وفقا للتعديلات الدستور، وتجنبا للانزلاق إلى مخالفة أهداف ومبادئ ونصوص المبادرة الخارجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والخروج عن أحكام الدستور النافذ الذي يعتبر المظلة الشرعية للمؤسسات الدستورية القائمة في البلاد والتي تعمل بموجبه، فإنه يتحتم على الجميع الحرص على إنفاذ استحقاقات المبادرة وآليتها المزمنة بالتراتبية المزمنة التي تضمنتها ووفقا للتفاصيل على، وعدم السماح بأي حال من الأحوال بالاجتهاد في طرح حلول تخالف أحكام ونصوص الدستور ومضامين المبادرة وآليتها المزمنة، أو تخرج عن أحكام ونصوص الدستور، أو السعي لتعطيل الأمر الذي قد يجر البلاد وجميع القوى السياسية إلى متاهات وصراعات لا مبرر لها ولا طائل منها أو نتيجة من وراءها، وفي سبيل الالتزام بتنفيذ تلك الاستحقاقات، فإنه على الجميع الالتزام بالآتي: 1. ضرورة الإسراع بإنجاز كافة أعمال مؤتمر الحوار الوطني. 2. الإسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور فورا لاستثمار الزمن بما يكفل مباشرة أعمالها بإعداد مشروع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها. 3. بالتزامن مع إعداد مشروع الدستور يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لطرح الدستور للاستفتاء عليه بمجرد الانتهاء من إقرار الصيغة النهائية. 4. بمجرد ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور يعتمد البرلمان قانون الانتخابات الجديد على ضوء التعديلات الدستورية ليتم إجراء الانتخابات البرلمانية وغيرها وفقا للقانون المعدل. 5. إجراء الانتخابات البرلمانية. 6. تشكيل الحكومة الجديدة من خلال تكليف رئيس الحزب الحاصل على الأغلبية أو الأحزاب المؤتلفة. 7. الانتخابات رئاسية وفقا للتعديلات الدستورية. ضمانة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل تتمثل فيما يلي: الالتزام بالمبادرة الخارجية وآلتها التنفيذية المزمنة، وعدم اعتماد أي قرارات أو نصوص أو شروط مخالفة لنصوصها، وعدم الخروج عنها أو الالتفاف عليها، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات التراتبية المنصوص عليها بالمبادرة وآلتها التنفيذية. 2. دستور مستفتى عليه يستوعب الموجهات الدستورية التي سيتم التوافق عليها من مؤتمر الحوار الوطني. 3. إجراء انتخابات برلمانية ثم تشكيل الحكومة ثم انتخابات رئيس الجمهورية. 4. أن تتولى المؤسسة التشريعية والتنفيذية كلهم في مجاله وضع مصفوفة تنفيذية للمهام والأولويات التشريعية والتنفيذية الواجب اتخاذها لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بحسب تراتبيته الزمنية تكفل تنفيذ كل المهام بشكل واضح وفعال. 5. التزام جميع الأطراف السياسية بأي اتفاق موقع عليه فيما بينهما تعزيزا للثقة وحفاظا للعهود. 6. النص في الدستور على تجريم أي دعوة لتجزئة اليمن أو الانفصال أو الشروع فيه أو القيام به من قبل أي منطقة أو محافظة أو إقليم. 7. النص في الدستور على أن لا يكون 2 أو أكثر من شاغلي المناصب التالية من محافظة أو إقليم واحد: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية. 8. الدعم الإقليمي والدولي. الخاتمة: نؤكد في الختام أن لدى جميع القوى السياسية والمجتمعية قارب نجاة أبحرنا به ممثلا في المبادرة الخليجية وآلتها التنفيذية المزمنة، وحظيت بإجماع محلي وإقليمي ودولي، ومثلت في الفترة الانتقالية نموذجا أشاد به الجميع محليا وإقليميا ودوليا، وبالتالي فإن الحفاظ على هذه المبادرة الخليجية وآلتها المزمنة وإنفاذ استحقاقتها إلى جانب الالتزام بأحكام الدستور النافذ، وكل ذلك يمثل طوق نجاة لليمن واليمنيين، وأن أي محال للخروج عنها أو إقحام أي قرارات أو نصوص أو قضايا تتعارض معها لن يصلنا إلى بر الأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للمحامي.
للأستاذ عبد القويم، وشكرا أيضا للالتزام بالوقت. الآن نعطي الكلمة للأستاذ ياسر النجار، اتحاد الرشاد، عضو الهيئة العليا للاتحاد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في البدء نشكر المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية على هذا الجهد المثمن والكبير، وفي البداية أجدد إدانتنا لكل الأفعال الإجرامية التي نتج عنها سفك الدماء وإزهاق الأرواح وكل أشكال العدوان، لا سيما ما حدث في مجمع وزارة الدفاع، وراح ضحيته أكثر من 56 شهيد أو 56 شهيد وأكثر من 200 جريح. كذلك ما حدث وما يحدث من حصار دماج من نحو شهرين متكاملين، وراح ضحيته أكثر من 150 شهيد وأكثر من 200 جريح، وتدمير أكثر من 160 منزل، مع التذكير أنه ولله الحمد تمت السيطرة على مقر مجمع الدفاع الذي هو رمز من رموز السيادة، إلا أن دماج ما زالت تنزف. أقول قراءة حتى أختصر موضوع رؤية اتحاد الرشاد اليمني. بسم الله الرحمن الرحيم، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون عند شروطهم، ولتحقيق المصلحة العليا لشعبنا اليمني الذي بات يتطلع بفارغ الصبر إلى بناء دولة العدل والمؤسسات والنظام والقانون، ليخرج بذلك من دوامة الأزمات والصراعات التي عانى منها فترة طويلة من الزمن، ولينتقل إلى مرحلة التنمية والبناء والنهضة الشاملة وغير ذلك من المعاني السامية التي لن تتحقق إلا عن طريق تجسيد الإرادة الشعبية والمتمثلة في قيام دولة المؤسسات، الدولة المسؤولة والمحققة لطموحات وأبناء الشعب اليمني، لينطلق إلى عملية التغيير الحقيقي في بناء مستقبل أفضل وغد مشرق، وتجنبا للإخفاقات التي رافقت المرحلة الانتقالية الحالية من غياب أو شلل المؤسسات الدستورية والرقابية والتشريعية، مع ضعف السلطة التنفيذية بسبب المحاصصة التي أدت إلى التشاكس والإعاقة في كثير من مؤسسات الدولة على جميع المستويات. ولهذا وغيره، فإن رؤيتنا الأولية في اتحاد الرشاد اليمني لما بعد الحوار تتلخص في الآتي: أولاً، التأكيد على أن مخرجات الحوار الوطني ومقرراته لا تكون ملزمة للشعب اليمني، ولا يحق لأي جهة أن تفرضها عليه ما لم يتم التصويت عليها وفق الآلية المقررة في النظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني، ومن ثم تصاغ تلك المخرجات من قبل لجنة صياغة الدستور المختصة، ليتم بعد ذلك الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، وهذا هو الضامن الحقيقي الأول والملزم لجميع الأطراف السياسية. ثانياً، نرى أن الأصل هو الالتزام بالمدة المحددة للفترة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ولا يحق الخروج عنها إلا وفق مبررات واقعية وموضوعية يتوافق عليها الجميع، إعمالاً لمبدأ الوفاء بالعقود والمواثيق، وبتقدير قاعدة: الضرورات تقدر بقدرها. ثالثاً، نظراً لوجود المعوقات الفنية والموضوعية لإجراء عملية الانتخابات في وقتها المحدد بحسب المبادرة الخليجية، والحاجة الملحة إلى تصور واقعي للانتقال إلى الدولة المؤسسية والاستحقاق الدستوري، فإن الأمر يتطلب مدة زمنية تقارب 6 أشهر من حين إعلان الانتهاء من الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني على النحو التالي: 1. إنجاز وتنفيذ السجل الانتخابي الإلكتروني من قبل اللجنة العليا للانتخابات في مدة 3 أشهر، يتزامن
مع صياغة الدستور والاستفتاء عليه في نفس المدة. ثلاثة، إصدار القوانين المطلوبة كقانون الانتخابات وغيره وفقاً للدستور الجديد المستفتى عليه للانتقال إلى الدولة اليمنية القادمة في مدة 3 أشهر. رابعاً، في حال تعذر انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب فإن هاتين المؤسستين تستمران في مهامها أو في مهامهما وتستمدان مشروعيتهما من الدستور النافذ. خامساً، ومن الضمانات التي لا بد من التأكيد عليها أن يتم منع وحظر أي قوى سياسية من الدخول في العملية السياسية أو الانتخابات والمشاركة في أي من عندكم خطأ تملائي في هذه الأحوال وهي في أي من هذه الأحوال في أي من هذه الأحوال التالية: 1، التمرد على سيادة الدولة. 2، قيامها بفرض نظام خاص بها على جزء من أراضي الجمهورية اليمنية خارج إطار الدستور والقانون. 3، امتلاكها لتنظيم مسلح أو ميليشيات مسلحة. 4، عيازتها لأسلحة سيادية. 5، ممارستها للعنف وفرض أفكارها بقوة السلاح. نقض فقرة أخرى، نقض ما يسمى بالإعلان الدستوري والمرحلة التأسيسية، إذ لا نرى التوجه إلى هذا الاتجاه، ونقول في ذلك ما يطلق عليه البعض مع احترامنا لرؤاهم من المرحلة التأسيسية وحل مجلسي النواب والشورى والاستعاضة عنهما بمؤتمر الحوار الوطني مع الإعلان الدستوري، فإن هذا المسار منقوض من خلال ما الآتي: 1، افتقار هذا المسار للمشروعية الدستورية والقانونية لعدة أسباب: ألف، مناقضته للدستور النافذ للبلاد. باء، مناقضته للمبادرة الخليجية. جيم، مناقضته لقراري مجلس الأمن المتعلقة بالتسوية السياسية في اليمن. دال، مناقضته للنظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني. 2، عدم جدوى هذا المسار، وتتجلى هذه الحقيقة من خلال الآتي: 1، كونها مخيبة لآمال الشعب اليمني المتطلع لدولة تتجسد فيها إرادته الحرة. 2، أنها إعلان صارخ للفشل وإجهاض للجهود الدولية والإقليمية الكبيرة التي بذلت لإخراج اليمن من محنته إلى تجربة فريدة في المنطقة، إذ من المعيب أن تكون محصلة هذه الجهود وثمرتها سلب إرادة الشعب اليمني وإقامة وفرض سلطات تديره وتقرر مصيره تفتقد إلى المشروعية الدستورية والإرادة الشعبية. 3، تفريغ وإهدار جهود القوى السياسية إلى محاصصة ومصالحة فئوية وحزبية وشخصية تغيب فيها مصالح الشعب اليمني وتطلعاته. 4، مصادرة حق كثير من القوى المجتمعية والأحزاب السياسية التي لم تمثل في الحوار الوطني والتي لها الحق في الإسهام وصناعة القرار وإدارة الدولة عبر التنافس مع الآخرين بالوسائل المشروعة في صياغة مستقبل بلدها. 5، سوف يتولد من هذه العملية إحباط ويأس لدى شعوب أخرى تتطلع إلى التجربة اليمنية كنموذج رائد لتحقيق إرادة الشعوب بطريقة حوارية وسلمية وحضارية، وسينعكس ذلك سلباً على الدور الأممي والجهود المضنية المشكورة التي يقدمها المبعوث الأممي الأستاذ جمال بن عمر، الذي كان له دور بارز ومثمر في إخراج اليمن من حافة الحروب الأهلية مع السعي إلى بناء دولة المؤسسات المعبرة عن إرادة الشعب اليمني بالتعاون مع القوى السياسية المختلفة. 6، كما أن من شأن ذلك، أي وجود الفترة التأسيسية، من شأن ذلك أن يفتح المجال للحديث والقالة حول رغبات ومطامع خاصة أدت إلى هذه العملية، نظراً لكون الداعين إليها من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وليسوا مخولين بغير ما نص عليه النظام الأساسي، ولكونهم جعلوا لأنفسهم شرعية من داخلهم لا من خارجهم كما هو المعتاد، ولما يؤدي إليه ذلك من الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد. 7، إن تمديد فترة غياب الدولة المؤسسية تحت مسمى المرحلة التأسيسية أو غيرها يتيح فرصة كبرى
للجهات التي تعمل على خلق أوضاع لا دولة لتوسيع نفوذها والعمل على نشر المزيد من الفوضى والاضطرابات الأمنية. 8. هذا المسار سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية وتدني مستوى الدخل لغياب أو ضعف برامج ومشاريع التنمية الجادة وانشغال النخب السياسية ومؤسسات الدولة بالوضع السياسي وترحيل حلول الأزمات إلى الدولة القائمة، علما بأن الشعب لم يعد يتحمل الكثير من هذه الأزمات والأوضاع القاسية. 9. إن هذا المسار سوف يؤدي إلى أن تشعر الأحزاب السياسية الكبرى ذات القاعدة الشعبية العريضة بالغبن الفاحش والحيف والتحايل على مكتسباتها، ما يعني أن تتحول العملية السياسية إلى مكايدات مشابهة واستمرار مسلسل الإعاقة والتغيير، والنظر إلى مآلات الأمور وغاياتها أمر في غاية الأهمية لسلامة الوطن، من إضافة مزيد من التصدعات بين مختلف القوى السياسية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. أنا أشكر الأخوة المنظمين في المنتدى، وفي الحقيقة ورقتنا هي طلبت مننا بصورة مستعجلة وأرسلت فوزعت عليكم، ولكن الحقيقة حدث لها بعض التعديل، إصلاحات إملائية وغيرها، وقد سلمتها للسكرتارية، أرجو أن تتمكن من تصويرها وتوزيعها عليكم، يعني أعدنا بعض الديباجة ونعتذر لذلك. في البداية الصفحة الأولى كاملة من أجل الوقت، ملخصة أن نحن نطالب بنقل السلطة أو استكمال نقل السلطة، ونؤكد فيها أن سبب عدم استكمال السلطة هو بقاء الرئيس السابق كفاعل سياسي. هذا ملخص الصفحة الأولى. ننتقل إلى الأسئلة المشروعة التي في الصفحة الثانية. في ضوء عدم استكمال مهام المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة، وعقب إعلان مخرجات الحوار وانتهاء المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة فبراير 2014، لا مناص أمام القوى السياسية وفي مقدمتها مشترك من الخوض في نقاش مستفيض للأسئلة الملحة التالية. هذه أسئلة مطروحة علينا جميعا: من أين ستستمد الدولة القادمة شرعيتها؟ كيف ستبني الدولة المدنية الحديثة الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار؟ من سيبنيها؟ هل بالانتخاب، بالاستفتاء، بإنشاء هيئات جديدة، ومن ينشئها؟ بالتمديد لما هو قائم، هل نحن بحاجة لفترة تسمى تأسيسية للدولة؟ أم مرحلة انتقالية قصيرة؟ أم مجرد إزاحة للوقت لا يتعدى 2014 مثلا عبر إصدار ملحق للمبادرة؟ هل هذه الضمانات كافية؟ كم الوقت اللازم لذلك؟ هل ستستفيد التجربة الديمقراطية من ذلك أم ستخسر؟